أسعد الله صباحكم بكل خير أيها المشاهدون الكرام، معكم أنا ليلى مذيعة اليوم لنشر الأخبار العربية ما يتعلق بفلسطين. عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في رفح. أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم الأحد بمقتل 35 شخصا على الأقل وإصابة العشرات إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين شمال غرب مدينة رفح. ووفقا لشهود عيان، شنت طائرة الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا على مخيم النازحين بأكثر من 8 صواريخ. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن عددا كبيرا من القتلى والجرحى ما زالوا في المخيم المستهدف من طائرة إسرائيلية غربية رفح، وطواقم الإسعاف والدفاع المدني تعاني من صعوبة الوصول لهم. وقالت لجنة الطوارئ في محافظة رفح في بيان عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة ارتكبها الاحتلال باستهداف خيام النازحين شمال غرب رفح رغم ادعائه أنها آمنة. وأضاف البيان إن ارتكاب المجزرة بحق المدنيين النازحين يعكس الإصرار الإسرائيلي على استمرار عمليات القتل والتدمير في رفح وتجاوز لكل المطالبات والقرارات الدولية بضرورة وقف العملية العسكرية وعدم التعرض للمدنيين. ووقع القصف الإسرائيلي حوالي الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي. وذكر شهود عيان أن طائرة الاحتلال أسقطت قنابلها على المخيم، مما أدى إلى اشتعال حريق دمر نحو 14 خيمة. ووفقا لتحليل أجرته قناة الجزيرة العربية، يقع مخيم اللاجئين المنكوب في منطقة إنسانية مخصصة لإسرائيل بقرب من منشآت تخزين تابعة للأمم المتحدة، مجددين دعوتهم للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية الفاعلة بالعمل بشكل جدي وفاعل لإجبار الاحتلال على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وعدم الاكتفاء بالبيانات وتسجيل المواقف، وإلا فإن كل تأخير يقابله مزيد من الضحايا. واستهدف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين غرب مدينة رفح مساء الأحد، وذلك في منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين، وكان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحدي وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طلبته بوقف هجمته على رفح. محكمة العدل الدولية التي هي بمثابة حكم كبير للدول طالبت من إسرائيل وقف القتال في رفح، وهذا أمر مهم لأنه كان هناك الكثير من القتال في غزة لفترة طويلة والعديد من الناس يتعرضون للأذى. على إسرائيل أن تتوقف عن القتال وإيذاء الناس في غزة. هكذا أنا نيلة، شكرا على حسن اهتمامكم، إلى اللقاء في حلقة التالية.